السلام عليكم اخوت، مرحبا بكم في النهار الثامن من السوق ديال سيدي ادريس. ما بقاش بزاف صراحه العيد، بقى تقريبا 7 ايام على العيد، وكما كنشوفوا السوق اليوم فيه شويه ديال الشاري، محرك شويه السوق، ولكن ماشي ديك الشاري اللي عام السوق اللي تقول راه فلان. اغلبيه ديك السابه تندور تلقى باللي عام رايحين، ما كيبيعوا ما كيشريوا ما والو. دوك السوق بحال قلتي باقي ما عامرش مزيان، ديك العموريه اللي كنتسناو منه كما كتشوفوا اما موراي كاينين الناس كيتقداو، ولكن كاين شي واحد اخرين عايم رايحين، يعني ما كتبان لك الكسيبه اكثر من البشر اللي كاين في السوق. بحال قلتي دابا الحاولي غادي يبدا يطيح الاخوان، حنا غنشوفوا اليوم غنديروا واحد الجوله غنشوفوا الثمن واش الحاولي غينقص الثمن ديالو ولا لا، وهادشي اللي كاين. وقبل ما نبداو الخوت ما فيها باس تخليو معكم شي اشتراك الاخوان، راه اكثر من 92% اللي كيتفرجوا من الفيديوهات ما كيتشاركوا ما والو، كينساو ما كيديروا الاشتراك. لهذا اخوان ما تبخلوش علينا الاشتراكات ديالكم باش نكملوا 9000، من وراها نقفلوا 10000 الاخوان قبل العيد الا جات على خاطركم. وهذا الفيديو الاخوان بغينا نوصلوا ل 600 لايك الخوت الا جات على خاطركم حتى هي، وخليو معكم شي كومونتير. وحاجه وحيده بغيت نطلب منكم الخوت، تسيبورتيني في واحد الصفحه في فيسبوك حتى هي باغي نطلعها، تقريبا فيها شي 400 ديال لي زابوني وشي 600 ديال لي جيم. انا نخلي لكم اللين ديالها في اول تعليق واللين نيشان في الديسكريبسيون باش تدخلوا ليها تسيبورتوني فيها. هادشي اللي كاين، ودابا غنبداو الجوله ديالنا في السوق ديال سيدي ادريس. هانتوما الخوت شوفوا معايا هاد الكسيبه، كيقول 2900 هنايا. خنيفريه هاديك اخويا، شحال داير هذا؟ زاد 320، 3200 درهم هذا خويا. شحال دايرين في السن؟ ني الفين 900 3200 واخا، الله يسر لك الامور اخويا. احنا دابا اخوتي جينا عند واحد السلعه كبر من ديك السلعه اللي شفنا، هي ديال السلعه شفنا هذه كبر منها شويه في لاطاي. شحال وصل الثمن ديالو؟ شحال اجي وصل؟ شحال وصل الثمن ديال هذا اخي؟ يلا قولي شحال الثمن، شحال ديال هذاك؟ 350. 3500؟ اه هكا. شحال دايرين في شحال دايرين في السن؟ تني هذا هو الثمن اللي تقول الناس 3500. اه ياك واخا. هذا الاخوان يقولوا فيهم 3500 3600 3700 كبارين ياك، كبارين في الحجم ديالهم. كي داير السوق اليوم؟ كاين شي شاري شويه؟ اه شويه كاين شاري شويه. كاين شاري شويه ولكن كاين ثمن. كاين ثمن واخا، الله يجيب تيسير الجميع يا ربي. دونك هادشي اللي كاين، الله يسر لك الامور خويا، الله يحفظك، شكرا. حنا جينا الاخوان نشوفوا هاد السلعه. مين مرقد ديالها خويا؟ مين مرقد ديالها؟ عقل الموس. ختي لنا واحد خنيفره لا؟ اييه هنا واحد خنيفره، شوفوا معايا تبارك الله. شحال داير هذا؟ خويا 360. نعم اخويا تبارك الله. هذيك اثنين، هذاك اثنين خرفان، خرفان هادو كاملة خرفان، كاملين خرفان. اثنين الحليب، اثنين الحليب 360 تا هو المليح، تا هو 3600. المليح ما يقدروش يجي الناس وما يقطعش من الارض. 3600 شوف راه هو 3700، هاجي 3700 قطعوا من الارض. المليح المليح نقرب ليه من ليه كيهضر معاك كسه، ماشي شي ماشي ماشي اللي عايش. اه كيهضر معاك كاين، لا ما كتبانش. لا اللي كيهضر معاك كساب، ماشي فلاح كيهضر معاك، ماشي شاري. هاد الثمن هذا والله ما يجرى عند بيا وشري. شحال كتقول دابا؟ 3000 هذا؟ اه هذا هو فين وجد الناس بيقطعوا هذا، هذا شفنا هذا اللي شوفوا فينا، هذا اللي كيشوفوا فينا. 3700 درهم. 3700 درهم جوج الناس ما يقطعوش، جوج الناس ما يهزوش، والله ما يهزو بالله. عالف تبارك الله، ماشي عالف، المليح المليح المليح، واللي يديه يقول الله عمره سلام تبارك الله. يبان لي السوق شويه، السوق الشاري ما كاينش هنا، الشاري باقا الناس ما تحركتش اخويا، باقا الناس ما باقا الناس ناعسه. واخا الجوقه، واخا الجوقه، واخا خاصني الفلوس، ما عرفناش هاد الناس كيقول لك هما دابا الغلا الغلا. وانت المازوط اخويا ما عرفتش شحال كيدير دابا. حنا دابا يطيح علينا هذا من جيب من جيب، يطيح عليا 100 درهم الراس، 100 درهم الراس. عندنا 70 راس، وضرب لاخويا انت 100 درهم الراس شحال كتجي؟ 100
تبدي 700000 فرانك. الله يرضي عليك. 140000 ريال. 140000 ريال. 7000 درهم. 7000 درهم اخويا ماشي الظلم هذا. ها؟ باش تجيو من اقلموس. المازوط اخويا عامل عرفتي شحال عامل؟ ها؟ عامل 340. دابا قول لنا دابا الشاري واش كاين ولا ما كاينش؟ الشاري واش قليل؟ الشاري قليل. قليل. كيقول لك يا اخو الغلا. انت الغلا واش كيخلي يحاول يمشي. كيقول لك الغلا. واخا نتمناو لك الخير للجميع. الله يكرمك. الله يسلك الامور. الله يرحم والديك. ما جبتيش. شكرا بزاف. انا اخويا جينا عند الكسيبه شوفوا معايا كيفاش دايره. مين الملك ديال اخويا؟ زاوية الشيخ. انا واحد بني ملال ياك؟ اقليم بني ملال. زاوية الشيخ اقليم بني ملال. شحال داير هذا اخو؟ ها؟ شوف شوف هذا شوف هذا. هذا الصغر 280 270 الكبار 290 و 280 الصغار 280 ما بين 2900 و2800 ياك شحال دايرين في السن تقريبا ما بين وبين؟ كاين عام كاين عام كاين عام. شوفوا معايا خوت ما بين 2800 و2900 واخا خويا الله يسر لك الامور الله يحفظك. هانتوما الاخوان شوفوا معايا هاد الكسيبة مولاها ما كاينش ماشي ما كاينش بعيد نسولو على الثمن شحال داير اخويا الثمن هنايا؟ ولا وقيلا عندنا الثمن ما بين 2000 و 3000 تاهو 3200 حتى 2700 وقيلا شتي قبيله خداو من عندو الناس هذا السلعه وين عنده هنا عنده هذو الكبارين هذو شي يقول فيهم 4000 درهم هذو كبار شيو دونك هادشي اللي كاين الله يسر ليه شي عند واحد اخر شوف اللي بغيتو جرب اييه حنا جينا على تسليع اخوت شوفوا الثمن ديالها شحال دايره شحال داير السن كل واحد كاين ديال 300 كاين ديال 3000 درهم كاين ديال 250 فرانك واخا هذا شحال داير هذا ميتين وشحال؟ 250 هذا 2500 درهم هذا 2500 درهم اخوت هذاك شحال تباع هذاك القنبه الزرقاء؟ لا هذاك والني عوار عوار؟ تباع ب 2000 و 2300 درهم ياك؟ ايوا واخا وهذا؟ ياك وهذا؟ اخويا كان تبغيته هو 290 2700 درهم ايوا كي داير السوق شويه طاح شويه ولا؟ هو شويه مويان شويه الثمن شويه طاح كي طاح شويه؟ هو شويه ولا السوق الشاري كاين الشاري كاين الله يجعل البركه البركه صافي ياك واخا واخا الله يجيب لك التيسير ان شاء الله المرقد ديال ام خنيف راه هذا من بني ملال اخويا من بني ملال واخا شنو انت جاب؟ تجاه غبله ديال واخا الله يسر لك الامور سمحينا بزاف شكرا بزاف الله يحفظك هذه ديال العشيور صاحبك ياك تاهي تقريبا نفس الثمن لا هذاك كيطلبوا في هذوك 300 كيطلب فيهم 300 هذو هذو كبارين شويه خاص العام زيانة هادو هادو سلعة مزيانة هادو كنطلبو غير 200 هادوك 2000 درهم اللي لداخل وهادو 3000 درهم واخا واخا الله يسر لكم الامور الجميع يا رب سمح لنا بزاف شكرا الله يحفظك شكرا بسم الله انتم اخوتي واحد كتيبة هنايا شحال داير الثمن ديال هذا؟ هاكا خويا 270 270 هذا 2700 درهم اخوت 2700 وهذا خط واحد ياك 270 هادو كامل تبارك الله السوق اليوم كيداير هو بنادم محرك ولكن دابا مازال الناس ما بغاش يشري هو قيلا ياك وين بنادم كاين ولكن الثمن بدا كيطيح شويه ولا باقي غالي هو شويه وصافي الثمن مناسب الثمن مناسب ياك الثمن مناسب واخا الله يسر الجميع يا رب اللهم امين الله يرحمكم الوالدين شكرا بزاف صافي تلقى احنا اخوان جينا عند السيد عنده سلعه هذوك ماشي مشكل سلعه كامله بحال بحال هذوك كامل هذو شحال دايرين هاد الريوس؟ شحال دايرين هاد الحواره؟ كل واحد الثمن ديالو واحد الثمن ديالو هذا شحال واصل؟ هذا كنقول فيه 330 330 وهذا 220 كنقول 3200
طيب وهذاك الكبير 420 وهذا 310 والاخرين كل واحد الثمن ديال هذوك اللي هيه ولا هذوك تزرع على اللي جا اخرى كل واحد السلعه شحال واصلين تقريبا ما بين وبين تكون 250 260 250 260 بين 250 و 260 الله يسهل لك الامور الله يرحم والدين شكرا بزاف شوفوا معايا السلعه الاخوان جينا عندها شو كيفاش داير هذا؟ شحال داير هذا حمزة؟ حمزة اخويا سنان الحليب سنان الحليب ياك سنان الحليب شوف شوف سنان الحليب تبارك الله وهذا حمزة؟ هذاك 280 هذا 280 تبارك الله سلعة خنفورية ياك حمزة؟ سلعة ديال شمن جهة؟ ديال قلموس قلموس الطاقة ديال الخنيفرة تبارك الله وهذا شحال وصل حتى هو؟ هذاك 290 حتى هو 290 تخلي الناس نمرة التليفون إلا عجبتك شي واحد شي حاجة أييه 06 76 76 54 54 69 69 46 46 الاسم حمزة ياك حمزة هذا شحال بعت هو هذا؟ شحال تبيع؟ هذاك تباع 290 290 تبارك الله رخا تبارك الله 290 هذا خويا اثنين اثنين هذاك ولا هذاك اثنين اثنين تبارك الله كي داير السوق حمزة كاين شاري اليوم شوية ايوا شوية شوية بركة كاين البركة نحرك شوية القضية على البارح اليوم على اول البارح على البارح المهم اليوم الحد راه كاين شوية الشاري كاين شوية الشاري واخا نأمن من الله خير شكرا لك حمزه الله يسهل لك الامور بابا سول دابا اخوان واحد جوج حواله بانوا لي جارينهم اليوم واحد دار 2500 حوالي مليح سمين وواحد اخر داو 3000 درهم حتى هو حوالي سمين يعني داك ديال 3000 درهم قال لهم 3400 درهم في الاول وهذاك اللي دار 2500 غيكون قال لي تقريبا واحد 2900 حتى 3000 درهم هذاك هو الثمن اللي ديال الحواله اللي كنسول عليهم دونك انا شفت عرفت بشحال غيقول لي الكساب ملي سولت على الثاني ما قالك 2500 درهم يعني مزيان بنادم كيتشطر كيلصق في الكساب فهمتي حتى هو محتاج يبيع وخاص بنادم يلصق فيه ويتشطر معاه وحلي معاه العذراء راه الكساب الا كل ما كنتي معاه بسيط وعفوي كل ما غيتعامل معاك كل ما طلعتي معاه انت للسما كل ما هو كيزيد حتى هو يطلع للسما فهمتي هذه نصيحه الخوت اللي بغى يبيع ويشري مع الكساب طيح على شي واحد يكون درويش دار معاه بطريقه تكون فيها درويش وهذه قنعو وهذه قول له شنو كاين هذه السر معانا طن طن حتى غيتقتنع وغيبيع لك هذاك الثمن اللي بغيتي المهم ما تمشيش الثمن انا ناقص لك ولكن المهم انا ناقص لك واحد 500 حتى 400 درهم هذا ما كان دابا نكملوا الجوله ديالنا في هذا الاتجاه سرديه ياك اخويا هذه مين مرقد ديالها سيدي بنور ثلاث سيدي بنور الناس اللي كتسول على السردي في الفيديو اللي فات هانتوما خوت راه ما كاينش السردي بزاف السردي راه كاين في السوق غير قليل وشاد الثمن شويه الثمن ديالو غالي شحال داير هذا مثلا شي 370 370 الف فرانك يعني 3700 درهم شوفوا شي واحد اخر هذا شحال هذا 3500 درهم هذا وهذا 70 الف فرانك 3700 درهم اخويا اخا واخا واخا صغيره هي اه كان 200 300 260 اخا واخا هذا شحال هذا الثمن هذا 230 تبارك الله شويه عندك سيبه رخيصه شويه هنا سبحان الله خوت هذا السوق هذا ماشي زعما يعني نفس الثمن غتلقاه كاع عند الكسابه كامل لا كاين اللي كتلقى عنده الثمن مختلف على واحد اخر تلقى واحد عنده الغلا وتلقى واحد عنده الرخا حتى الناس هما كيتجمعوا الاغلبيه على داك اللي عنده الرخا كتلقى كلشي مكشكش على داك اللي عنده الرخا وكسب واحد اخرين كتلقاهم ما مريحين ما كيبيعوا ما كيشريوا ما والو شوفوا معايا السوق كيفاش كيبان من هنا دابا في الاخر ديال السوق خرجت من السوق راه هو غير هذا
شوفوا معايا انا ندير واحد الدوره بحال هكا. شوفوا معايا السوق راه فين كنا الفوق راه هذيك الجهه نباتنا مع واحد البيت هنا حوالو موجودين الحوس. هو بنادم ما زعمش بنادم كي قالب على راسو مزيان. احنا جينا عند السلعة الحوس تشوفوا شحال داير الثمن ديالها. شحال داير الثمن عمود هذا؟ شحال داير الثمن ديال هذا؟ هذا 340 تبارك الله. هذا 340 اخوتي هذا اسمين. وهذا لا هي بحال بحال. ما المرقد ديالو منين عمو؟ 4000 اش من اقليم؟ اقليم خنيفرة. تبارك الله 3400 درهم تيقول تقدر تنقص له تاخذ واحد 3000 ولا 2900. شوف شوف تبارك الله سمين هذا على سمين هناك. هذا واش 3400 ياك عم؟ 3400 3000 كاين كثر كاين كثر من 3400 كاين 3600 تبارك الله. هذو كيبانو حوالا سمانين صراحه اخوت ماشي ياك ولا لا. هانتوما شوفوا الشكل ديالهم راه كيبان باللي راه حاولي تبارك الله سمين. اي تني هذا تني هذا تني تني شحال داير هذاك؟ هذا 340 3400 شوفوا معايا اخوتي شي المشي كيبان سمين تبارك الله. هذا ماشي ديالك عمو؟ ديالي. تما ديالك؟ هذاك هذا شحال دايرين هذا؟ كاين هنايا 3400 حتى 2900 هادو بحال ناقص هادو شويه على هادو ياك ناقصين هادو بحال هادو ناقصين هادو هادو اللي هنا سمن من هادو هادو ناقصين شويه يعني غتبقى عندي 2700 2500 واخا تيقول 3000 وهادي سكتي سكت لصق في الحاول لصق فيه نقص لي الثمن راه غيبيعك والله. الله يسهل لكم الامور الجميع ان شاء الله يا ربي. بان لي واحد خينا عنده المعاز تما شو نسولوه شوفوا شحال داير الثمن ديالهم. تقريبا هاد الجديان اللي سولت عليهم دابا لقيت الثمن ديالهم داير ما بين 1500 1600 الجديان الكبارين سمانين حتى هم. السوق ما كما كتشوفوا هاد الجهه ما عامراش الخوت بزاف الجهه مولفه العام اللي فات كتكون عامره. دابا السوق الداخل اللي الفوق اللي كنا فيه تما عامر واحد شويه هنايا فهاد الجهه هادي وفهاد الجهه من اللي عاوتاني واحد شويه تما كاين الكسابه يعني حوالي ناقص على العام اللي فات صراحه. ولكن اليوم بعدا كاين الشارع بعدا شويه كتشوف الحواله مجرورين داو من الناس تقداو الثمن شويه بدا كيكون في المتناول ديال الناس. هانتوما الخوت هاد الحواله هادو تيقول لكم 2600 درهم شوف كيفاش كيبانو حواله خنيفريين هادو 2600. قال لي واحد السيد دابا سولو قال لهم بدي جوج ب 2000 درهم قال لي لا صافي مشى الحال خنيفريين هادو. خوتي دابا تقريبا شي جوج ونص ديال النهار كنلاحظ باللي بدا كيدخل الشاري شويه السوق بدا كيتهدى كيعمر شويه بالناس. انتما كتشوفوا نوريكم واحد شوفوا شحال ديال الطوموبيلات باركين هنايا. هادي الدخيله السوق كاينه واحد الدخيله من هنا كتدخل معاها غير طالع عاوتاني كتلقى السوق في الاتجاه هذا. شوفوا معايا المكسب اللي كنا عنده سولنا دابا 2600 درهم عنده كسيبه موجوده تبارك الله. قليل تلقى شي كساب بحال هكا جايب الحواله بزاف يعني فهمتي جايب واحد العدد كبير. هذا اول واحد تلقى عنده تبارك الله هاد الكسيف. اذا الخوت هادشي اللي كاين في الفيديو ديال اليوم نتمنى نكونوا قررنا لكم السوق اليوم ديال نهار اليوم نهار الاحد. تقريبا بقى شي ايام باش يكون العيد. دابا الحمد لله السوق شويه شويه كاين واحد شويه الثمن طايح شويه مابقاوش علاش يقولوا 3000 ونقصوا الثمن شويه. نتمنى ان شاء الله يكون الخير باقي الايام اللي باقا. وما تنساوش اخوان تشتركوا في القناه راه اكثر من 90% ديال الناس اللي كيتفرجوا ما مشتركينش في القناه. شكرا لكم على الدعم شكرا لكم على التفاعل شكرا على البارطاج الخوت. هذا الفيديو وصلوا 600 جيم. نشوفكم في الفيديو ديال غدا الى اللقاء.